حضراتكم بالنسبة للموضوع الخاص بسد النهضة. معانا ومع حضراتكم الدكتور علاء ياسين، المتحدث المسؤول عن سد النهضة. برحب بحضرتك دكتور علاء. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. الحقيقه احنا عايز اعرف برضو المفاوضات اللي كانت بالنسبه لاثيوبيا، الى ماذا توصلتم ولا لم تتوصلوا الى شيء بالمره، وبناء عليها يكون في الاجتماع المفاوضات استكمالها ان شاء الله في يناير اللي هو 25 و 26. لا، هو يعني الاجتماع السداسي الاخير اللي كان بحضور وزراء الخارجيه ووزراء الري نعم في الثلاث دول، اللي كان عقد في الخرطوم في الفتره ما بين 27 ل 29 يناير، هي توصلنا الى مجموعه من القرارات تقصد المشتركه. ديسمبر دكتور علاء؟ افندم؟ ديسمبر 27 ايوه، 29 ديسمبر. ديسمبر تمام. مظبوط، سوري. وتوصلنا الى بعض التفاهمات خاصه ب الاستقرار على المكاتب السرية اللي هتقوم بإجراء الدراسات، مكتبين فرنسيين، وتم فعلا بالفعل توجيه أمر الإسناد ليهم عشان يقوموا بهذه الأعمال، نعم وبحيث برضو يتم توقيع العقد معهم خلال شهر فبراير القادم. الحاجة الأخرى، تم التأكيد على الالتزام باتفاق إعلان المبادئ ككل، نعم والالتزام بالفقرة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ، لأن هذه الفقرة لها أهمية فنية خاصة بسد النهضة، من ناحية أن الدول الثلاثة لازم يقعدوا ويتفقوا على قواعد الملء الأول وقواعد التشغيل طيب السنوي لسد النهضة وآلية تنفيذ ذلك، استرشادا بنتائج الدراسات اللي هيقوم بها المكتب الاستشاري. نعم بالإضافة، تم الاتفاق على توجيه دعوة للخبراء في مصر والسودان لزيارة موقع السد للاطلاع على العمل في المشروع ومدى تقدمه، وصل لغاية فين بالضبط. برضو هيتم توجيه دعوة برضو لبعض الإعلاميين ونواب البرلمان ومنظمات المجتمع المدني للذين يرغبون برضو في زيارة موقع السد. فده كانت أهم المخرجات اللي تم الاتفاق طيب من عليها، خلال بالإضافة كلام إلى موضوع حضرتك، انا بس عايزه قبل ما نعدي النقطه دي، من خلال كلام حضرتك كل الاخبار اللي نشرت عن انه في اقمار صناعيه وان السد تم مليه بالفعل والكلام ده كله غير صحيح. لا، طبعا تمام. غير صحيح. حضرتك عارفه يعني حاجات كتيره من للاسف يعني اللي بتتنشر في الاعلام بينقصها الدقه للاسف، يعني مش كلها، بعضها بتبقى محتاجه يعني للتدقيق اكتر من كده. لا، ما فيش للأسف تخزين يعني. تم لسه. تمام تمام كده. طيب بالنسبة للاجتماع الأخير، مش كان في لسه اجتماع في أثيوبيا اليومين اللي فاتوا؟ ما انا كنت بقول لحضرتك ان برضو من ضمن القرارات اللي تمت في الاجتماع السداسي ان تتشكل لجنه فنيه من خبراء الدول الثلاثه لبحث ومناقشه المقترحات المصريه بزياده عدد الفتحات تمرير المياه في المناسيب المنخفضه نعم في جسم السد، وتم تحديد موعد لإجراء هذه المشاورات والدراسات الفنية والعلمية في أديس أبابا، ويقوموا برفع تقرير إلى الاجتماع القادم للوزراء الستة. وهذا الاجتماع ده فعلا تم، يمكن ده اللي حضرتك بتشيري إليه، بالضبط ده كده. تم يوم 6 و7 يناير. تمام. تم إجراء نقاش علمي وفني ما بين الخبراء في مصر والسودان وأثيوبيا، وبحضور الاستشاري اللي قام بتصميم هذه الأجزاء في جسم سد النهضة. طب هل برضو وسيتم سمعنا ان في خلافات على اختيار الشركة الاستشارية؟ هل ده صحيح؟ انا يمكن عفوا ان انا بسأل حضرتك عن المسار علشان لا اما ان احنا نأكده او حضرتك طبعا تنفي اذا كان في اي اخبار غير صحيحة. لا، هو المكاتب الاستشارية خلاص تم الاتفاق عليها. فبرضو هو هذا كان في الخبر غير صحيح. يعني نعم هم مكتبين فرنسيين
اللي كان موجود من الاول خالص، مكتب اسمه بي ار ان، والمكتب الجديد اللي هينضم ليه اسمه ارتيليا، والاثنين من المكاتب الاستشاريه الدوليه الكبيره اللي ليهم سمعه كبيره وليهم خبرتهم الطويله في مجال الاعمال، الدراسات اللي هيقوموا بيها لتحديد تاثيرات سد النهضه على التدفقات المائيه اللي هتوصل مصر والسودان بعد انشاء السد. نعم. تأثيره على الكهرباء اللي بتتولد من السدود اللي موجوده زي سد روسيرس في السودان والسد العالي في مصر. هيحددوا آثار إنشاء سد النهضه على النواحي البيئيه والاقتصاديه والاجتماعيه في مصر والسودان. طيب، لكن هل فده خلاص في تم تحديدهم وتم تم تحديدهم، وتم ولكن وتم وأثيوبيا مش معترضة تم يعني؟ تحديدهم وتم إسناد العمل ليهم فعلا. ولا اعتراضات من هو قبل هنوقع أثيوبيا؟ العقد يا فندم؟ ما فيش أي اعتراضات من قبل الجانب الأثيوبي على لا لا الشركتين لا لا دول؟ إطلاقا. طيب، تمام. ده بص حضرتك، جميع أي قرار بيطلع في المفاوضات ما بين الدول الثلاثة نعم، بيشترط فيها إجماع الدول الثلاثة. ده جميل، ده جميل. طيب، هل انه في تحويل لمجرى نهر النيل زي برضو في كلام بيقول كده يعني، وكلام تاني عن موضوع الكونغو يعني، في كلمات بعض الامور اللي بتثار انه يا جماعه ما تقلقوش، الرئيس السيسي عنده بدايل، فما مدى صحه ايضا هذه الامور المثاره؟ طيب ده دول كانت أسئلة. تمام. أول جزء خاص تحويل مجرى نهر النيل، تمام. موضوع تحويل مجرى نهر النيل، هو كان السنة اللي فاتت أثيوبيا حولت مجرى النهر تحويلة بسيطة نعم، علشان تبتدي تشتغل في جزء اللي تم تحويله بحيث تشتغل على الناشف ما يبقاش فيه مية. تمام. في الفترة الأخيرة يمكن يوم 25 ديسمبر تقريبا او 26 رجع تاني المجرى الى المسار الاصلي، بس بيمر من خلال فتحات موجوده في جسم السد اللي تم تنفيذ اجزاء منه. ده بالنسبه ده لتحويل. ليه أي تأثير طيب؟ يعني ليه أي أثر بأي شكل، أو له تأثير لا لا في لا، المستقبل؟ لان ما مفيش فيش. تخزين، مفيش تمام، تخزين، تمام فالميه كده. بتعدي مرور وده عادي. بيبقى احد ده بيبقى ضروري انشائيه يعني اثناء التنفيذ مثل هذه الاعمال بتتم يعني. تمام. بالنسبه الجزء، لحضرتك بتقولي نهر الكونغو، أيوه، حضرتك تقصدي ان يتم اخذ جزء من مياه نهر الكونغو وايصالها الى نهر النيل. بالظبط كده. وصور انتشرت، يمكن اكيد حضرتك دكتور علاء شايف برضو، متابع مواقع التواصل الاجتماعي والصور، وطبعا يعني ايوه يا جماعه ما تقلقوش، ودي برضو تاتي في اطار البدائل اللي موجوده عند الرئيس السيسي وكده يعني، فمعرفش لا ما مدى. طيب، هو نعم، هقول لحضرتك، هو اولا بالنسبه لفكره تحويل وتمرير جزء من تصرفات نهر الكونغو الى نهر النيل، هذا الامر وزاره الري المصريه طلعت بيان رسمي في يناير الماضي، يعني بقى لنا سنه تقريبا ايوه، احنا رفضنا هذا المشروع لانه مش فيزابل، لا يمكن تنفيذه، غير قابل للتنفيذ، نعم، وادينا 22 سبب، وادينا 22 سبب لرفض هذا الامر. والكلام ده اياميها عملنا مؤتمر صحفي وشرحنا هذا الامر. تمام، غير هذا المشروع غير وارد تنفيذه، اوكي كده. يستحيل اعتقد تنفيذه. واضح للي لسه بينقلوا المواضيع دي، وانه لسه بيعرضوها للناس على انها يعني حقيقة واقعة. واضح انه كده حضراتكم انتهيتوا لا منها، لا لا، احنا غير ختمنا، صحيح احنا ختمنا حسم الموضوع ده الامر. علميا، تمام. حسم من سنة طيب، خلاص، الموضوع ده انتهى، غير قابل للتنفيذ. يعني يا ريت كانوا ينفع، يعني يا احنا ريت. كنا هنبقى اسعد ناس في وزارة الري تمام، ان احنا نلاقي حاجة بديلة. تزود مواردنا المائية، لكن للأسف غير قابل للتنفيذ هندسيا، فنيا، اقتصاديا، من كل دوليا. النواحي. يعني هناك العديد، بقول لحضرتك شرحنا للناس تمام. 22 سبب لرفض هذا المشروع. طيب، بالنسبة للبدائل، طبعا هناك العديد من البدائل، ويعني لازم الناس تفهم وتعرف إن مصر دولة قوية، دولة محورية قدامها البدائل، ومصر انتهجت نهج التفاوض، لأن القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة لما بيبقى فيه أي خلاف أو نزاع ما بين الدول
فالخطوه الاولانيه ان احنا نقعد هذه الدول تقعد مع بعض تتفاوض وتحاول تصل الى حلول بحيث تكون جميع الاطراف فائزه. فده اللي احنا بنعمله بقالنا فتره، وبنحاول نصل الى توافق مع السودان ومع اثيوبيا بخصوص مشروع سد النهضه. طيب هل ممكن نقول دي بدائل بالنسبة إذا لم يتم الاتفاق، أم بدائل تأتي في إطار الحفاظ على مصدر المياه، ولا هما الاثنين مع بعض؟ هو يعني احنا السياسه المصريه واضحه، الرئيس السيسي اعلنها عده مرات، سواء اثناء توقيع واتفاق اعلان المبادئ في الخرطوم في مارس الماضي، او في اليوم التالي في خطابه في البرلمان الاثيوبي. نحن مع التنميه في دول حوض النيل، لكن بشرط عدم الاضرار او المساس بالحصه التاريخية والمكتسبة من مياه النيل. نعم. ده الخط اللي احنا بنشتغل عليه، وهذا بالنسبة لنا بيعتبر خط أحمر، لأن احنا ما عندناش أي مورد تاني للمياه غير نهر النيل. بعكس الدول حوض النيل عندهم أمطار بكميات هائلة، أثيوبيا عندها 12 نهر، المياه السطحية المتجددة عندها بتوصل إلى 120 مليار متر مكعب في السنة، احنا الحصة بتاعتنا 55.5 مليار. اثيوبيا بينزل عليها امطار فوق 900 مليار متر مكعب. نعم. معظم الزراعات في اثيوبيا بتعتمد على الامطار، زراعات مطريه. احنا ما عندناش اي مورد اخر غير مياه النيل، ما عندناش مطر للاسف. طيب يعني بالرغم من هذه المصادر الكبيره اللي موجوده لاثيوبيا، ولكن بياتي برضو التلميح بانه هذا السد هو لمصلحه اسرائيل، وهي من اكبر طبعا الشركات الداعمه لهذا المشروع، فهل ده برضو الى اي مدى صحه هذا يعني هذه المعلومه؟ مشروع سد النهضه، مشروع سد النهضه بيهدف اساسا الى توليد الطاقه الكهربائيه، لتوليد الكهرباء، واثيوبيا يمكن عندها عجز في كميه الطاقه الكهربائيه المولده. وبالاضافه الى انه مشروع اثيوبيا بتنظر له على اساس ان هي يحسن الدخل القومي بتاعها، عشان هي بتسعى الى بيع هذه الكهرباء الى الدول المجاوره. تمام. فده الهدف. احنا بنقول احنا عايزين نوصل لحلول صحيح، بحيث السد ده ما يسببناش ضرر. تمام. واثيوبيا برضه تستفيد والسودان تستفيد. تمام. الجميع يكون فائز، ده فلسفه التفاوض اللي احنا ماشيين عليه. ان الثلاث دول يبقوا everybody are winners، يعني تمام. مش طرف واحد صحيح. لكن الثلاثه يبقوا مستفيدين. تمام. حابب اشكر حضرتك شكرا جزيلا، دائما ما تعطينا المعلومات الصحيحه، ونتمنى يعني انه يكون هناك وصول لتوافق تام باذن الله، وما يكونش فيه يعني احتياج لمفاوضات اخرى ان شاء الله في الاجتماع المزمع، انه يكون ان شاء الله في اخر هذا الشهر او 25 يناير و26 يناير. هو لسه المشوار ما يعني طويل، قدامنا سلسله من المفاوضات، الموضوع لسه ما انتهاش، لكن طالما احنا بنحقق في كل جولة مفاوضات تقدم الى الامام، فنحن مستمرون في هذا المسار الحضاري التفاوضي السلمي. تمام. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور علاء ياسين، المتحدث بالنسبة لمفاوضات سد النهضة. شكرا.